دخلنا عصر الغروب، غروب السياحة عن شرم الشيخ خالص. مش لاقيين حد ان احنا نتعامل معاه، مش لاقيين جيست كويس زي الاول اللي احنا كان بيدخل لنا دخل كويس ان احنا نتعامل معاه. فخلاص ما اليوم بتاعنا بيبقى مضروب، اليوم بتاعنا ما بيدخلناش الراتب الكويس او التبس الكويس اللي خلينا نستمر في اليوم بتاعنا. بقى شرم اتضربت خالص، ما بقاش في سياح خالص، الدنيا هنا صفرت خالص. كان في ناس كتير بتسافر، اوروبيين بيسافروا، فرنسيين، بس من في حاجات حصلت بقت الناس تخاف شويه تيجي. فأواخر التسعينات طبعا كانت الأعداد الفنادق أقل من كده كتير، وكان أعتقد الطلب على مصر كان أكتر من كده، أكتر من دلوقتي كتير طبعا. فكان بيجينا كباستي عالية جدا، كان بيجينا سياح عشان إحنا عندنا كباستي قليلة والطلب كتير، فطول الوقت كان بيبقى عندنا طلب عالي. كانت السياحة الأوروبية الطلب علينا أعلى كتير من دلوقتي. كان عندنا مثلا السياحة الألماني والسياحة الإيطالي، دول كانوا الأساس، وبعد منهم تيجي السياحة الإنجليزي. طلب عالي جدا طول السنة طبعا، كل موسم ليه جنسياته اللي بيجي فيها. كان برضو السياح الروسي في الوقت ده مش معروف قوي، السياح السويسري كان معروف جدا ومنتشر جدا في شرم الشيخ من السياحة اللي بيجوا كتير. السياح البلجيكي كان موجود، الجنسيات كانت مختلفة تماما عن اللي موجود دلوقتي، وبالتالي كانت اشغالات عالية جدا. شرم الشيخ مرت بمراحل كتيرة قوي. انا مجدي علي محمد سليم، بشتغل في المجال السياحي في وزارة السياحة منذ حوالي 36 عام. خرجت أخيرا على المعاش. يعني إحنا بعد استرداد هذه القطعة الغالية من أرض مصر من الاحتلال، بدأت يعني استعداداتنا إن إحنا نستغل هذه القطعة الطيبة. كلنا طبعا نعرف قد إيه بتحوي من كنوز هذه المنطقة، كنوز في شتى المقومات اللي ممكن نتحدث عنها. فكانت طبعا البداية في الثمانينيات، وبعد أما تحررت جنوب سيناء بالكامل ابتدى الفكر يتطور في السياحة عندنا، وابتدى الاستعداد في مصر هنا يكون استعداد كبير جدا لاستقبال السياحة الأجنبية. عشان يبقى في السياحة وافدة يبقى يجب أن يكون هناك استثمارات فندقية ضخمة تتم على أرض مصر. شرم الشيخ ده بتكلم، شرم الشيخ دي كانت حكاية تانية، يعني كانت حاجات فوق ما تتخيل، يعني كسياح كجيست كدنيا كمدان كان كل 100%. شرم الشيخ بتعتبر من أجمل المناطق السياحية في العالم كله، يعني في 2005 أخذت ترتيب خامس أجمل مدينة سياحية في العالم. اسمي محمد فتحي الباهجي، عمري 28 سنة، بكالوريوس سياحة فنادق، خريج 2011. من وأنا صغير وأنا حابب إن أنا أشتغل في السياحة، لأني كان عندنا جاري شغال في السياحة من زمان، ودايما كان بيحكي لي عن السياحة وشغله هنا في شرم الشيخ وشغله في الفنادق والتعامل مع الجيست والتعامل مع الجنسيات المختلفة، فده حببني ان انا اشتغل في السياحة من وانا صغير. انت يومك في شرم يومك منظم، جوك نظيف، عارف بتعمل ايه امتى، ما بتركبش مواصلات، يعني مكتبك جنب الحتة اللي بتنام فيها، بتتعامل مع ناس مختلفة تماما، يعني معظم الوقت كل يوم بتتعامل مع ناس من كل حتة في العالم، فيومك أكيد مختلف، الثقافات اللي بتتعامل معها ثقافات مختلفة، فأكيد أكيد يومك مختلف تماما.
أنا اسمي إبراهيم أحمد عبد التواب، بشتغل مدير عام مجموعة فنادق شرم هوليدي في شرم الشيخ. أنا بقعد في شرم الشيخ 3 أسابيع تقريباً، وبقعد في القاهرة أسبوع. أنا صعيدي أساساً من المنيا، من بلد اسمها ملاوي. ملاوي دي فيها حتت كتير قوي فيها آثار. فاحنا صغيرين كنا متعودين نشوف السياح ونتكلم معاهم ونشوفهم هم جايين يزوروا الآثار في المنيا. فحبيت أنا الموضوع من القصة ديت يعني. ولما كبرت الحمد لله دخلت كلية سياحة وفنادق وقدرت أكمل في مشوار السياحة. جيت شرم الشيخ في 97، سنة 97. 97 الوقت ده كان لسه بدري، لسه ما فيش مصريين، نادرا لما تشوف حد مصري موجود في شرم الشيخ. كان طبعا كلها سياحة أوروبية، واللي كانوا يعرفوا عن شرم الشيخ من المصريين كانوا قليلين يعني. ما كانش فيه ثقافة السفر لشرم الشيخ. وبعدين الأسعار كانت أعتقد كانت زيادة شوية في الفترة ديت. اسمي هبة الله ناصر. جنسيتي مصرية وعايشة في باريس طول حياتي. أول مرة أزور شرم الشيخ كان من 4 أيام. أنا سافرت كتير، بس أجمل بلد ارتحت فيها نفسياً وارتحت فيها بالمناظر والناس اللي موجودة كانت هنا. رحت إيطاليا، رحت فرنسا، رحت ألمانيا، إسبانيا، المغرب، بلجيكا. ما شفتش الراحة النفسية اللي ممكن نلاقيها هنا، ولا حتى الناس الروح اللي فيهم. تحس انه اكتر زيادة من اوروبا كمان. غير المناظر الطبيعية مستحيل انسان يتخيلها موجودة في الدنيا غير هنا. مدينة شرم الشيخ هي كانت النقلة الكبيرة قوي في الطفرة السياحية اللي حصلت لمصر. ان في 84 نشاط سياحي، نشاط اقتصادي مرتبط بالسياحة، بيشتغلوا بكثافة وبغزارة لما السياحة تبقى منتعشة وفي حالتها الصحية يعني. ده طبعا بينعكس على الاقتصاد كله، زي بالظبط لما يبقى عندك بركه ميه راكده وترمي فيها حجر. هو ده بالظبط تاثير السياحه في الاقتصاد المصري. احنا وصلنا من 1.5 مليون سايح الى 15 مليون سايح بدخل سياحي، كان على قمه المؤسسات التي تحقق دخلا لصندوق لخزانه مصر. الفترة اللي من بعد 97 لغاية 2004 أنا بعتبرها أنها كانت من أكثر الفترات مردود اقتصادي على القطاع السياحي وعلى الناس اللي شغالة في القطاع السياحي. دي الفترة اللي كل الناس عملت فيها فلوس يعني. أنا لو اتكلمت عن نفسي وعن صحابي وعن الناس اللي من سني، دي الفترة اللي اتجوزنا فيها واللي ركبنا فيها عربيات واللي اشترينا فيها شقق بيعد علينا وقت إن إحنا كنا خلاص نسينا أصلاً العملة المصرية أو الجنيه المصري، لان من كتر التعامل كتر الدخل او من كتر العمله اللي دخل البلد كنت انت ده كان بيعود عليك وعلى كل اللي شغالين بعاد كويس او بالخير يعني. كان لينا اصحابنا بييجوا يتفرجوا علينا جوه الفنادق واحنا شغالين، عشان عايزين نفسهم يبقوا زينا ومش عارفين يبقوا زينا، بيفتخروا ان هم يعرفوا زميل او صديق ليهم بيشتغلوا جوه 5 نجوم. أنا اسمي محمود رفاع محمود. أنا جيت اشتغلت في شرم سنة 2007. اشتغلت فيها من كتب الناس حكت عنها، مدينة كويسة بكسب فلوس كتير، وعمامه كان يحكوا لي ليهم وجم اشتغلوا هنا وكسبوا كويس. وجيت اشتغلت هنا وعملت فلوس كويسة، اشتغلت سواق تاكسي وربنا كرمني وجبت عربية. احنا جينا للوقت اللي حققنا فيه الترند العالمي. فرادة بقى باشا مكسيكانا تمنايا ها العراق العراق تحيا العراق واهل العراق والناس اللي بشرفونا من العراق. مليت انا، مليت من حبك، مليت عمي.
عذبنا حالي. أكثر حادثة أقدر أقول لها مروعة حصلت لشرم الشيخ، مدينة السلام والهدوء والجمال زي ما كانوا بيسموها، كانت في يوليو 2005. كان بالضبط يوم 22 يوليو 2005 مساء. في الوقت ده كان الموسم في شرم الشيخ من كل جنسيات العالم موجودة في شرم الشيخ. شرم الشيخ ما كانش فيه سرير واحد فاضي. طبعا أصابع الشر والناس المأجورة قدروا أنهم ينفذوا أكتر من هجوم جوه شرم الشيخ في الليلة دي بالذات. يعني في الوقت دون كانت الناس أكثر نشاطا وأكثر وعي. أنا بتكلم على الناس من ناحية المسؤولين جوه وزارة السياحة والدولة كدولة عموما، يعني قدروا أنهم يعني الكلام ده لو قلنا في يوليو يعني شهر 7، احنا على ما وصلنا رأس السنة وأعياد الميلاد في السنة دي كان بدأت السياحة ترجع عندنا. رغم هذه الأحداث وأحداث كانت جسيمة، أنا بعتبرها كانت جسيمة، إلا أن ما بين 2005 ل 2010 كان إحنا وصلنا في هذه السنوات القليلة في 2010 إلى 3 مليون سائح روسي. كانت المدينة جميلة جدا وشغلها حلو قوي، وكان الحال مشى والحمد لله، وكنت على طول ببعت فلوس لأهلي باستمرار، كانت العيشة كويسة، وكنت بنزل لأهلي كل فترة أديلهم فلوس. من 2006 ل 2011 لغاية ثورة يناير، يعني كان دي كانت من السنين اللي هي زي ما قلنا أكثر كثافة، يعني أكثر كثافة حصلت. وضع مستقر ومستمر وأعداد كبيرة، لكن مش بنفس الكواليتي بتاعت قبل 2005. وفضل الكلام ده وانشغال كويس جدا لغاية ما قامت ثورة يناير. مبروك. أول ما الثورة قامت الدنيا اختلفت شوية، ما بقتش زي الأول خالص. شرم الشيخ فعلا يعني كانت دائما من المدن أو المحافظات التي تتأثر كثيرا بالسياسة. لما قامت الثوره اللي هم في 13 يوم الاولانيين لغايه تنحي مبارك، في ناس كتير وقفت وناس فضلت شغاله. بعد كده بقينا بنشتغل، هنقول ايه، هنقول بكفاءه 30-40% عن ما قبل الثوره. يعني كانت هناك 220 الف غرفه تحت الانشاء في نفس الوقت، كلها توقفت بعد اما دخلنا في سنه 2011 بالقطع، لأن الاستثمار دايما جبان والاستثمار دايما يلاحق المكاسب. زودنا أنشطتنا في التسويق الداخلي جوه مصر بحيث نقدر نعمل أي نسبة إشغال طول السنة، سواء من جوه مصر أو بره مصر. طبعا أنت مهاراتك بقى في الفترة دي بتزيد، في الفترات دي بتزيد في إزاي توفر، في كل جنيه كنت بتصرفه قبل كده إزاي تقدر توفر بحيث تقدر آخر الشهر تبقى بتوفي التزاماتك، سواء من ناحية الحكومة أو من ناحية الموظفين اللي بياخدوا مرتبات. وبعدين بعد كده ابتدت الحركة من روسيا طبعا بفعل الموافقة من أصحاب شركات الطيران العارض على الحضور إلى مصر. الثورة اللي هي الثورة قعدت شهرين ولا ثلاث شهور بالظبط واشتغلنا. على الرغم ان احنا حققنا التارجت بتاعنا وهدفنا من الحصول على أعداد كبيرة من روسيا، إلا أنه يعني دائما إذا ما اعتمد سوق على مورد واحد للسياحة فبالقطع طبعا ممكن يتأثر وينهار لأي مشكلة قد تحدث.
المصرية عن تحطم طائرة ركاب روسية من طراز إيرباص A321 فوق جزيرة سيناء والعثور على حطام الطائرة المنكوبة. نفس اللي حصل في بعد الثورة، بعد ثورة 2011 حصل تاني بعد الثورة، بعد عفوا بعد الحادثة بتاعت الطيارة، نفس اللي حصل برضو الشركات كنسلت الحجوزات، الناس بدأت برضو خلاص اللي كان موجود بيكمل أجازة بتاعته وبعد كده خلاص ما بيجيش تاني. طبعا كان التأثير بتاع وقوع الطيارة ديت تأثير كارثي يعني. من وقت وقوع الطيارة الروسي لغاية النهاردة أقدر أقول لك إن احنا ما عندناش سياحة في شرم الشيخ. طبعا الطيارة كلها كانت روس اتضربت، طبعا ما عادش ينزلك سائح روسي ولا سائح أجنبي ولا أي حاجة، كله عاد بخاف ينزل. لونا شرم 15؟ ها؟ لونا شرم 15؟ لونا شرم؟ ما يخليها 20 يا عم بقى مصطفى. لا عدد أنت عارف بيعمل كام الوقت؟ هتروح وتيجي على طول ولا 30؟ كمان شغلك الاعداد وخلاص. يعني انت مش عاجبك الاعداد كمان؟ ده هو في لون شرم اللي هو عند اول. طبعا مفيش شك ان السياحه هي نمره واحد مصدر للعمله الصعبه في البلد، او كانت يعني لو اتكلمنا في الاوقات اللي كان عندنا سياحه كثيفه فيها كانت النسبة لا تتخطى ال 20% في الـ في الـ في المجمل بتاع الحجوزات او الجست اللي كان موجود، لا يتخطى ال 20% اللي كان موجود قبل كده. قعدنا 5 شهور هنا كنا عايشين في قحط، ما كناش عارفين نعمل اي حاجه، وانا واحد من الناس بعت عربيتي. دلوقتي انا شغال سواق عند واحد قريبي. اللي في شرم الشيخ ناس فقدت شغلها ببساطه، اللي فقد شغله بين يوم وليله الصباح لقى الفندق بتاعه اتقفل واتسرح. احسن واحد كان مثلا قعد شهرين مثلا ولا 3 بيقبض مرتبه الاساسي او جزء منه، واللي قعد واستنى طبعا اتاثر دخله التلتين، ما عادش بيجيله بقى بيجيله التلت. في ناس غيرت مهنه تماما اشتغلت حاجات تانية، وفي ناس سافرت بره مصر برضو بتشتغل في السياحه. في واحد من اصحابي خلاص غير مجاله لدرجه ان هو راح بلده اشترى توك توك. ما صعب حد يقول لك انا بكسب، يعني البطل هو اللي بيجيب مصروفاته. فانا حسيت ان انا كده بشتغل على الفاضي، او حاسس مش زي الاول، او بمعنى اصح في غربه على الفاضي بعيد عن اهلي، ما بدخلش فلوس زي ما انا الاول، فحاسس ان انا بشتغل الشغل ده ما فيش نتيجه او ما بقتش حاسه زي الاول، فاضطريت تاني ان انا خلاص اسيب المجال بتاع السياحة. لا الأسعار طبعا دلوقتي مقارنة بزمان لا تقارن، يعني انت بتتكلم مثلا في 2005 كنا بنبيع الأوضة الدبل فطار وعشاء ب 800، النهاردة في 2018 بعدها ب 13 سنة بنبيعها اول انكلوسيف ب 850، مفيش نسبة طبعا يعني. مع الوضع في اعتبار قيمة ال 800 جنيه 2005 كانت قد ايه، والنهاردة 850 قد ايه، زائد ان 850 ديت اقامه كامله، افطار غدا عشاء مشروبات وجبات خفيفه، في 2005 كانت بس افطار عشاء. وبلف بالعربيه ليل ونهار يعني عشان اجيب زبون واركبه، الوضع مش زي الاول خالص والعيشه اختلفت. الوقت انا بشتغل 12 ساعه، كنت الاول يعني 8 ساعات كانوا مكفيني شغل، كان يعني الاول كنت بشتغل يعني ممكن 5 ساعات بمكسب اسبوع الوقت. الطيارة الروسية لما وقعت كده مش أقل من 50% من فنادق شرم الشيخ قفلت، عمالة اتسرحت، عمالة مدربة وهايلة جدا سابت شرم الشيخ، يا إما برا الخليج يا إما السعودية يا إما راحوا حتت زي مرسى علم والساحل الشمالي لو في موسم صيف زي كده، لكن شرم خسرت مش أقل من 50% من العمالة الكويسة اللي موجودة فيها. أنا اسمي السعيد أسامة السيد،
بشتغل منقذ حمام سباحة. يعني لو رجعت عندنا سياحة كثيفة بكرة مش هنلاقي موظفين تشتغل، احنا النهاردة عندنا مشاكل في الموظفين، في أقسام كتير في الفنادق مش لاقية الموظفين الكفاية اللي عايزينه، ولو لقينا ما بنلاقيش الموظف المتدرب اللي احنا عايزينه زي ما هو كنا متعودين عليه قبل كده. فأنت في أحيانا بتضطر تقبل حاجات ونوعيات من الموظفين ما كنتش هتقبلها في الأوقات الطبيعية يعني. البلد واصحاب الفنادق واصحاب شركات السياحه كانوا بيستثمروا اكتر من دلوقتي في العماله. كان في نوعيه من العملاء كان بيتخاف عليها، نوعيه من العملاء بتدفع فلوس كتير، فبالتالي صاحب العمل كان بيستثمر اكتر. انا جيت اشتغل شرم بقالي هنا 3 اشهر اهوت، فجاي بقى تبع التخصص بتاعي. التخصص بتاعي منشآت وخدمات في الفندق، اللي هما مثلا ريكليشن، هاوس كيبن، وانا خدت فرقة انقاذ في هنا في الاتحاد المصري، انا منقذ حمام السباحة. ما كانش اي حد بيقدر يجي يشتغل في السياحة، كان لازم يبقى عنده على الاقل لغة شكل كويس، عنده خبرة، دارس، لازم يكون اكاديمي، مش اي حد خالص كان يقدر يخش سوق السياحه في الوقت ده. لازم ان يكون انت بتجيد اللغه كويس، لازم غير اللغه لازم ان يكون الهيئه بتاعتك كويسه، لان ما ينفعش انت تكون هيئتك او اللغه بتاعتك ضعيفه، لانك انت مش بتمثل نفسك بس، لا انت بتمثل بلد باكملها وبتنقل ثقافه من بلد لبلد وشعوب تانية كتير. لا انا ما بتكلمش الا اللغه بتاعت العربيه بس. السائح الأجنبي بتعامل معاه عادي خالص، يعني نستقبله، نفرد له الشازلونج بتاعه ويقعد عليه وكده. هو بيفهمني مثلا، بقى معاه المشرف بتاعي والمدير بتاعي، فعن طريق هو المشرف بتاعي بيتكلم معاه، فهو بقى بوجهنا اعمل كده وكده وكده. العمالة غير مؤهله بالمره ان هي تتعامل مع جست، يعني غير مؤهله فعلا ان هي تتعامل مع جست. انا صراحه انا مش عارف هنا ازاي بقى يعني العماله اللي موجوده حاليا او بتتعامل هي اصلا عدت من الانترفيو ازاي. معترض على حاجات، بس هي حاجات صغيره ممكن تبقى كبيره قوي لو في سياح. اول حاجه النظافه في الاوض، السيرفيس بتاع الاوتيلات عموما، الاكل بصراحه مش حلو قوي، هو يوم يبقى حلو وممكن يومين ما يبقاش حلو. يلا يلا محمد، يلا يا باشا، يلا يا فريق تعالى جايب لكم فول وطعميه وبرنجان حبيبي. يا سكر، فول وطعميه كل يوم الواحد زوم الاكل ده حبيبي. انا جايب لك كفته ناكلها. يلا خلوها، يلا اي حاجه بقى وخلاص. تتعشيت يا خالد؟ انا اتعشيت يا اسطى، ولا اقعد زي كده اعمل اي حاجه. افطر يا عم. الناس اللي منعت الطيران عن شرم الشيخ والسفر قراراتها ما كانتش مظبوطة قوي، لأن برضو ما نقدرش نحدد المصائب ممكن تحصل إمتى، ممكن تحصل في أي بلد في العالم. ده مش علشان ما فيش أمن، لأ، هي كوارث ممكن تحصل في أي حتة في العالم. فرنسا حصل انفجارات، حصل في أي حتة في العالم فيها مصائب كده. لما دخلت مجال الصحافة لقيت ان
ان ان ان الاعلام بيهاول الموضوع قوي، لو الحاجه صغيره بيكبرها جدا، وده اللي اقدر اقول ان هو فعلا اثر على السياحه بشكل سلبي وشكل رهيب. الاعلام المفروض يبقى ليه وقفه منظمه عن كده، كل حاجه تبقى محسوبه، ولازم يبقوا فاهمين ان اي حاجه بيعرضوها على الشاشه بتاثر في سمعه مصر. الجست كان بيسالني احنا لما بنيجي مصر ما بنلاقيش خالص اللي موجود في الاعلام. لما جيت شرم الشيخ ما لقيتش ان الدنيا فيها قلق بصراحه، يعني لقيتها في حمايه في وزاره اسمها ايه شرطه السياحه، بتخاف قوي على السياح، مهتمين بطلباتهم، عمالين بيحاولوا ان هم يحموه. وسائل الاعلام ما ساعدتش ان يبقى في سياحه اصلا. الاعلام لازم يتوخى الحرص بان هو ينقل الحقيقه كما هي. في قضايا كتير بيمسكوها في الاعلام بيقعدوا يتكلموا فيها، وما قضايا ملهاش لازم انها تتعرض اصلا لا على المواطن المصري ولا بره مصر، يعني ملهاش لازمه اساسا الناس يعرفوا عنها يعني. واحنا عايشين اهوت والدنيا امان، حتى اللي بيجي من السياح بيتفاجئ على الوضع غير اللي بيسمعه. انا لما باجي انزل شرم الشيخ ازورها بكون حزين جدا عن الوضع الموجود حاليا في شرم الشيخ، لاني من زي ما كنت شغال هنا زمان. انا ما كنتش اعرف ان هي كده خالص شرم الشيخ، انا جيت اتصدمت، الطبيعه جننتني. شرم الشيخ جنة طلعة على الأرض.